صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا، موضوع حلقتنا النهارده الحقيقه مؤخرا كانت او عقدت الدوره العاشره لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، وده كان بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء. والحقيقه النهارده يعني خلال حوارنا من البرنامج هنغطي اهم النقاط اللي خرج بيها المؤتمر، لانه الحقيقه كان بيتكلم على معظم التحديات اللي موجوده حاليا، سواء كان بالنسبه لحركه التجاره، سواء كان بالنسبه لاسعار الصرف اللي موجودة حاليا والمتذبذبة، بالنسبة للعقبات اللي واقفة أمام جذب الاستثمارات أو محاولة إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة. فحول هذا الموضوع صديقي المشاهد هيدور حوارنا النهاردة. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. النهاردة هو المؤتمر العاشر عن التحديات اللي بتواجه القطاع الاقتصادي، وخاصة النهاردة بعض المؤشرات اللي بتتكلم فيها على الصناعة، وفي جلسة شغالة دلوقتي جوه على الاستثمار والقطاع الصناعي. أهميتها طبعا ان احنا بنختلف او بنتشارك في وجهات النظر ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص والمتخصصين في هذا المجال. في هذا المؤتمر احنا بنحتفل بنسخته العاشرة النهاردة، وده اكبر دليل على نجاحه، لان هو ان لم يكن بهذا النجاح لم يكن له الاستمرار. الفكرة إن هذا المؤتمر مسته بأن هو بيجمع المزيد من يعني متخذي القرار في السياسة المصرية والإدارة المصرية، البرلمانيين، الخبراء الاقتصاديين، الباحثين الاقتصاديين من جميع الجهات وجميع المؤسسات، وكل من له شأن إن هو يسهم أو يحاول الإسهام في دعم الاقتصاد المصري. المؤتمر النهاردة بيناقش التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري، وبيفكر وبيطلع بيخرج من هذه التحديات ومناقشاتها العديد من الأفكار الخاصة بالحلول. لا يخفى على أحد أن في أزمة اقتصادية عالمية، وإحنا في محيط وفي منطقة مضطربة، في عدوان غاشم على أهلنا في غزة، في اضطرابات في البحر الأحمر بتأثر على سلاسل الإمدادات، بالتأكيد أثرت على قناة السويس، في أزمات كتيرة في العالم، وطبعا مصر في القلب من الأحداث والمنطقة. بنتمنى إن شاء الله إن تبقى في جلسات هتناقش مقترحات تخص رجال الصناعة، الاستثمار، ارتفاع أسعار البنى وتأثيرها على العقار، قطاع الأعمال، شركات قطاع الأعمال ودورها في المجتمع. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم حوافز كثيرة بالنسبة للمعاشات، بالنسبة للمرتبات، بالنسبة للإعفاء، زيادة الإعفاء الضريبي، زائد الحد الأدنى للمرتبات لمواجهة الغلاء اللي موجود عندنا وموجود في العالم كله، بدءا من الأحداث اللي مرت علينا في تداعيات كورونا أو في الحرب الأوكرانية الروسية ونقص سلاسل الإمداد اللي نتج عنها غلاء في العالم كله. فإن شاء الله خلال الفترة الجاية في حزمة مساعدات كثيرة وفي استثمارات قادمة إلى مصر إن شاء الله. تمام، رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني طبعا كعادته منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم، منورنا. ده نورك فندم دكتور. طيب، المؤتمر وهي أول يعني المؤتمر جميل في حد ذات نفسه، ولكن ما وراء المؤتمر طبعا هو اللي حضرتك كنت موجود وحضرت المؤتمر. مظبوط. طيب، في دورته العاشرة هل مثل هذه المؤتمرات، قبل ما نخش في التفاصيل ما اتكلمت عنها، هل بتجد في نهاية الحل في نهاية الأمر بعض الحلول أو بعض التوصيات اللي قد تفيد الوضع الاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا المؤتمر ده طبعا زي ما حضرتك اشرت هي دي الدوره العاشره ليه، واحنا يعني يمكن متابعينه كل سنه وبنحضر فيه. هو بيبقى الميزه في مؤتمر اخبار يوم يمكن عن بقيه المؤتمرات الاخرى ان هو بيجمع بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والاقتصاد والبرلمانيين، زي ما يمكن التقرير بتاع حضرتك أشار، يمكن اضاف عليهم البرلمانيين السنة دي ان كان في تواجد برلماني قوي من بعض من الرؤساء اللي كان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الهدف الأساسي طبعا من المؤتمر بيبقى ان هو بيطلع توصيات، فأعتقد أن وجود الحكومة مع رجال أعمال على ترابيزة واحدة دي بتبقى طريقة مثلى لتنفيذ هذه التوصيات. ما احنا التوصيات دي اللي هتنفذها هي الحكومة بالضبط، واللي بيصدرها رجال أعمال بعد مناقشات من خلال جلسات المؤتمر. تمام.
ومع لما نضيف كمان وجود البرلمانيين يبقى احنا كمان عندنا الجانب التشريعي بقى موجود. فلو حاجه محتاجه تعديل في التشريع او ان في حاجه في التشريع المستثمرين والحكومه شايفين ان تمثل عائق امام الاستثمار الصناعي بيتم يعني توصية بيها برضو من توصيتها على الأقل في أضعف ظروف المؤتمر السنة. طبعا ظروف مختلفة. خلينا عشان ليه بقى طبعا ظروف الاقتصادية العالمية والمحلية في أزمة صحيح. لازم نعترف أن هناك أزمة، هناك أزمة عالمية وهناك أزمة محلية فطبعا أعتقد أن التوصيات ومحور النقاشات امبارح في يعني في المؤتمر كانت مركزة على الأزمة وعلى طريقة الخروج من الأزمة. تمام. وخلينا احنا مش هنقول بقى احنا العالمية، لا خلي العالم هو يحل أزمته، خليه احنا عايزين نحل أزمتنا بالضبط. هل الصلة ما بين الأزمات العالمية المتتالية وأزمة الاقتصاد المصري مرتبطة قوي لدرجة انه صعب النهوض بالاقتصاد المصري اذا لم يتم على الاقل العالم يحاول مرة اخرى اعادة على الاقل يعني البيسك مينيمم زي ما بيقولوا الحد الادنى للاقتصاد؟ انت عندك الجزء بتاع شرق افريقيا ده لازم يمشي المسار الطبيعي بتاعه انه هيمشي بحر احمر مضيق باب المندب ثم ينزل الى افريقيا. طيب حضرتك عندك مشكلة دلوقتي في مضيق باب المندب ودي خارجة عن ودي خارجة عن إرادتك تماما بالزبط. فيبقى احنا كنا زمان بنحصر المشاكل المعرضة للاقتصاد المصري أو اللي أثرت على الاقتصاد المصري، كنا بنقول أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وما حدث بعدها من سلاسل الإمداد، انضافت عليهم طبعا مشكلة باب المندب. مش هنتكلم بقى عن الحروب كمان اللي حوالينا من احنا اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في ليبيا واللي بيحصل في السودان، لان دي ممكن نقول ان دي حاجات طبيعية مش مؤثرة قوي يعني ان مش مؤثرة في الاقتصاد المصري حاليا. يعني حاجة بتتكلم على المشاكل المؤثرة بشكل المؤثرة اساسي في الاقتصاد. حضرتك النهاردة ان دخل قناة السويس تأثر طبعا، وده احد مصادر الدخل الدولاري بالظبط. عند حضرتك حركة الشحن الافريقية من والى تأثرت صحيح. حركة الشحن اللي جاية من جنوب شرق آسيا ومن اللي بتمر بمضيق باب المندب تأثرت، وانت بتعتمد على مستلزمات انتاج خاصة بالصناعة المصرية، منهم لا يقل عن 50-60% من مستلزمات انتاج بتاعتك بتيجي من جنوب شرق آسيا. من جنوب شرق آسيا مظبوط. تأثرت وأسعار الشحن زادت، فبالتالي ده هتؤثر على الصادرات المصرية أكيد، لأن طبعا سعر الشحن داخل من ضمن التكلفة بتاعتك بتاعت المنتج. فانت كده المنتج بتاعك هيبقى خارج المنافسة بالظبط، هيبقى عنده هيبقى مشكلة خارج المنافسة في أفريقيا. تمام. فدي طبعا دي مشاكل. يعني أنا ليه رأيي في قصة مثلا الكورونا، قلت إن الكورونا بالعكس الكورونا كانت حافز للصناعة المصرية الوطنية، لأن احنا ويمكن جيت مع حضرتك يمكن حلقة بعد كورونا هنا مزبوط. وكنا بنتكلم ان احنا بدأنا نعتمد على المنتج المصري بشكل اكبر مزبوط. وبدأت تهتم يعني نظرة المستهلك لفكرة ان ده مستورد وده مصري اختلفت تمام بعد صحيح. كورونا وبعد صحيح. ما شفنا الطوابير اللي كانت بتقف في اوروبا وفي الدول المتقدمة على المواد الغذائية واحنا يمكن ما تأثرناش مزبوط. فده كله كان صناعة مصرية مظبوط. فالحمد لله ان احنا يعني تجاوزنا هذه النقطة. نرجع للأزمة اللي عندنا حاليا الأزمة فأنت حضرتك النهاردة عندك تحديات كبيرة في التصدير. التحديات دي الدولة هتحلها إزاي؟ إيه دور المستثمر وإيه دور الدولة؟ طب سؤال، هل ما زال إنه الأمل الأقوى في إعادة تعافي الاقتصاد المصري هو زيادة الصادرات؟ ولا هل هناك مصادر أخرى يمكن التركيز عليها؟ فندم خلينا نقسم مصادر الدولار بالنسبة لك إيه؟ هم خمس مصادر: سياحة وقناة السويس وتصدير سياحة وقناة السويس، مصريين بالخارج، تصدير فقط أربع مصادر حتى مش خمسة صحيح. تمام. عشان نتكلم بصراحة في عند حضرتك السياحة قد تكون متأثرة بالحرب اللي في غزة ومتأثرة أكيد. طيب تحويل المصريين للخارج طول ما في سعرين للصرف مش هيحصل، هيحصل انخفاض في تحويل المصريين صحيح. من الخارج، لان صحيح. هو النهارده اي واحد بيشتغل وبيتعب
بره من حقه ان هو يدور على اي اعلى سعر ممكن, أعلى سعر ممكن يجي طبعا. فهو ممكن يدخل ولكن مش وده مش اتهام بعدم وطنيه خالص طبعاً. انما ده النهارده ده تصرف انساني طبيعي, ده تصرف انساني طبيعي. صحيح صحيح. فيبقى انت مع وقناه السويس واحنا قلنا ان عندنا انخفاض في الايرادات بتاعتها بسبب البتاع على طبقا لاخر تقرير ان هم الفريق اسامه ربيع قال ان هي نزلت 40% في شهر واحد, ده اللي هو اخر تقرير كان مطلعه. ودي نسبه كبيره جدا, ودي نسبه كبيره جدا, ولسه يعني. ولسه طبعا مش متوقعه لسه. فما عندكش غير التصدير اوكي عشان تفك يعني تقدر تغطي الفجوه الدولاريه اللي ما بين الواردات والصادرات. فبالتالي يبقى انت عندك التصدير. التصدير النهارده عنده تحديات. التحديات ايه؟ التحديات زي مثلا ما قلنا انت ايه الاسواق بتاعتك او ايه الاسواق اللي المنتج المصري يقدر يخترقها بسهوله. مفيش عندك غير انك انت الدول العربيه والدول الافريقيه, دول اللي بسهوله صحيح اللي يجيبوا نتائج سريعه. طيب. انما لو جينا نتكلم على اوروبا وامريكا انت ليك فرص وليك تاريخ طويل برضو في التعامل معه. لا في اوروبا وامريكا ليك فرص, بس دي حاجات اللي هي بنسميها يعني ايه لونج رن, عايزه مجهود اكتر وعايزه نفس اطول أوكي. وعايزه ودي مش هيبان مردودها, بشكل اسرع. صحيح صحيح. فانت النهارده لو قلنا ان النهارده ان افريقيا بقى عندك تحدي كبير في الشحن لازم ده يراعى من الدوله في النهايه. ازاي؟ لا ليها حلول كتير, بس خليها برضو عايز اكمل الجمله دي. في النهايه المستثمر مش هيخسر. ما طبعا ده اكيد ده اكيد طبعا تمام. طبعا والمصنع مش عايز يخسر خلاص, وانا كدوله مش المفروض ان انا اشجعه انه يخسر. انا بالعكس انا كدوله لازم ادعمه, لان احنا النهارده بنتكلم 60% من الطاقه العماليه ومن الناس العمال اللي شغالين هم شغالين في الصناعه المصريه الخاصه القطاع الخاص. تمام طبعا ده اكيد ده شيء طبعا. فالنهارده هو اولا يبقى في دعم شحن سريع اوكي يصرف من الدولة. يعني دي العقبة الآنية. الآنية دلوقتي أنا النهاردة كنت بشحن الكونتينر ب 900 دولار وب 1000 دولار, هيبقى الكونتينر عشان التأمين زاد وعشان المخاطر وعشان كده بقى لا 3000 و 3500. دي نقطة كبيرة جدا. فأنا النهاردة لازم أشيل الرقم ده من حساباتي عشان يبقى سعري قليل. فأنا عشان أشيله من حساباتي مش هقول إن الدولة هتدفعه لي كامل, بس الدولة لازم تدعم هذا الرقم بحيث ان انا لما اجي اعمل حسبة بتاع تكلفة المنتج ما بقاش محملة ب 3500 دولار شحن. احنا عندنا كدولة يعني احنا عندنا اساسا ازمة في العملة الصعبة. فانت مش لازم تدفع لي, المبلغ بالدولار. ما انا برضو انت هتديني 2000 دولار انا هجيب لك 100000 دولار. صحيح صحيح, بس لسه مش دلوقتي. لا ما انا التصدير ده انت النهارده في مقابل انك الدوله ممكن يبقى الاتفاق مع المصدر ان في مقابل ان انا هديك مثلا 100% من الشحن الافريقي. تمام. انت حضرتك هتتنازل لي عن الحصيله الدولاريه دي أوكي. في لما تيجي او انك انت جزء منها هتستخدمه تاني في اعاده استيراد الخامات اللي انت محتاجها. تمام يعني هيدخل في العمليه الصناعيه. هل دي كانت احد التوصيات في المؤتمر؟ يعني المؤتمر اتكلم يعني في النقطه دي بالذات. المؤتمر اتكلم في الجزئيات, بس ما يعني اتكلم في حاجات اكتر من كده كمان زي المراكز اللوجستيه, زي اتكلم عموما على المطلق ان المفروض ان الدعم الصادر يصرف بشكل اسرع من اللي بيصرف فيه حاليا. يعني هل هناك, ودي احد النقاط ما اعرفش هل تم مناقشتها في المؤتمر ولا, ولكن كان كتير من المستثمرين والمصنعين بالذات المحليين بيشتكوا من بطء العمليات بالذات في موضوع صرف المستحقات المالية بالذات يعني. فهل دي احد النقاط اللي اثيرت بقوة جدا؟ طب ايه حلولها من وجهه نظرك لو انت في لو كنت المسؤول هتعمل؟ لو كنت المسؤول النهارده ومسؤول عن وزاره الماليه وعايز انمي الحصيله بتاعتي النهارده, اعمل اول ما المصدر يقدم لي بوليس الشحن اديله فورا اديله الدعم بتاع الشحن عشان يبعت ونرجع علشان لا هو العبره بايه يا اسامه؟ العبره ان انا لازم اعمل الدعم اللي انا باخده
ودعم الشحن او دعم الصادرات لازم يخش في التكلفه بتاعتي، فبالتالي يقللني السعر، فبالتالي السعر بتاعي يبقى سعر منافس اقدر انافس بيه في السوق. ما دون ذلك فانا بعتبره ديون معدومه، لو جت الحمد لله، ما جتش مش عارف ايه. لما طول لما هي بتقعد بالسنتين وبالثلاثه في خزينه الدوله مش مفيده، مش مفيده بالنسبه لي، لا مفيده ليا ولا مفيده للدوله كمان. صحيح. فورا انت اول ما تقدم النهارده البوليصه تاخد دعم الشحن، اول ما البضاعه توصل تاخد دعم الصادر. يبقى انا النهارده المصدر اللي ما يحسبش بقى في تكلفته الرقمين دول يبقى هو عنده مشكله. لا انا خلاص انا عارف، وانا انا في اتفاق مع الدوله ولا في اتفاق مع صندوق دعم الصادرات ان انا بمجرد تقديم الورق ده في ظرف 10 ايام الفلوس دخلت حسابي، فمجرد تقديم الورق ده في ظرف 10 ايام الفلوس دخلت حسابي، يبقى انا دورة راس المال بتاعتي كده. معلش، في حاله سيناريو انه الدوله ما قدرتش تعمل ده بالظبط، هل التأثير ده ايه على حركة الصدر؟ خلاص هيفضل السعر بتاعي غير منافس. زي ما خلينا عشان نتكلم بصراحة، وحصل عند حضرتك ان هل الصادرات زادت 2022 مقارنة ب 2023؟ لا، الصادرات قلت طبعا. هل ما زالت دي مشكلة؟ هو النهاردة الروشتة اللي بتتحط يا فندم، ايا كانت الروشتة اللي بتتحط لدعم الاقتصاد، لما يقولك ان تخفيض العملة ده بيساعد على زيادة الصادرات، دي حقيقة، ولكن احنا في مصر ما زلنا لغايه هذه اللحظه مش عارفين نستغل هذه النقطه. لان انت عندك من ضمن المشاكل الرئيسيه بتاعتك انك مدخلات الانتاج بتاعتك بنسبه كبيره منها مستورده من الخارج. صحيح. انت حضرتك لو بنتكلم على الفجوه الدولاريه، الواردات بتاعتك فيها 70% مدخلات انتاج، و30% الباقيين هم عباره عن المنتج النهائي اللي بيجي لك، اللي انت ما بتقدرش تصنعه في مصر او اللي ما فطبعا الجزئية دي نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة، والجزئية دي بتخلي دايما سعر المنتج بتاعك أعلى. بس ده لإعادة تصحيح النقطة بتاعت مدخلات الإنتاج دي، دي خطة طويلة الأجل للغاية. هو تعميق التصنيع المحلي، ولذلك ليها خطة اللي احنا ممكن يتقال إن كل ما هزود نسبة المكون المحلي بتاعي في التصدير كل ما هاخد دعم أكبر. هو أوريدي بيتنفذ كده، بس النسب تزيد أكتر من كده بشوية عشان اشجع اكتر على وسرعه الاستحقاقات دي برضو. يعني يبقى اجي انا النهارده القلم اللي في ايدين حضرتك ده انا عايز اصدره، تعالى بقى بص على نسبه المكون المحلي بتاعه شكلها عامل ازاي، 40-50%. انا بصراحه لا، انا كاحمد حرام ان انا اصدره فعلا. ما هو حضرتك يا فندم انا جايب، انا افترض ان تكلفته دولار، فانا جايب منه مدخلات انتاج ب 50 سنت عشان ارجع اجيب دولار. طب ما هي صحيح، انا خسران كده. صحيح، انا اصلي خسران، يعني انا بيعه محليا انا واخلص بالظبط كده. اوكي تمام. وبقى ممكن التصدير والافراط في تصديره يؤدي ان انا لازمات في السوق المحلي زي اللي احنا شاهدناها في بعض المنتجات الزراعيه. وعلى سبيل الحصر كان البصل اللي حصل وايه، ولما الدوله تدخلت راحت موقفه التصدير لمده 3 اشهر علشان السعر نزل بالظبط. فيبقى الافراط في التصدير دون النظر للسوق المحلي ده ممكن يؤدي الى مشكله اكبر طبعا، واللي هيدفع ثمنها المواطن. مين اللي عليه الميزان او ضبط الميزان في هذه الحاله؟ يعني لانه ما نشوفش بقى ازمات اخرى في منتج بعينه، لان دي بدات تحصل بشكل متكرر الحقيقه في الفتره الاخيره. هو المفروض ان الصندوق الصادرات وصندوق دعم الصادرات ووزاره التجاره والصناعه بتبقى عندها الميزان ده، بدليل ان هو لما حصل ازمه فعلا في البصل حصل على طول ايقاف للتصدير. لما حصل في بعض الفترات كان حصل في بعض الازمات في بعض البقوليات الوزاره تدخلت وقفت التصدير. تمام. واخد بالك، فده موجود يعني، ده ما فيهوش ده مشكله موجود. في هذه ده موجود. الحمايه دي ده على ده دي حمايه، وانت من حقك كدوله حتى مع اتفاقيات التجاره الحره ومع اتفاقيات تحمي نفسك اهلك، انت يعني تحمي نفسك من التضرر، لانك انت يعني لو هنرجع للمثل اللي محتاجه البيت يبقى بالظبط. فانت طب يعني برضو من احد النقاط الهامه جدا المصانع المتعثره. لو بنتكلم، لو فتحنا برضو ملف الاستيراد، ما هو انا ازاي بحاول اتوسع في استيراد وانا اوريدي عندي عدد كبير من المصانع عندها حالات تعثر؟ فمين اللي عليه مساعده تلك المصانع؟ هل برضو الدوله متمثله في الوزارات المختلفه ولا البنك المركزي؟ وهل هي ازمه تمويل ولا ازمه عماله؟ الازمه ايه؟ هي مجموعه من مشاكل متعدده. قول لي يا دكتور. يعني خلينا نقول حاجه،
الانفتاح الاقتصادي اللي هو تم في الثمانينات احنا فسرنا غلط. هو التفسير بتاعه او اللي حصل ساعتها الناس استسهلت الاستيراد 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 صحيح. الاستيراد لانه التجاره مكسبها اسرع كتير لان التجاره مكسبها اسرع ودوره راس المال فيها اسرع وكل حاجه فيها وعدد الموظفين فيها اقل والصداع اقل وكل الحاجات صحيح. دي صحيح. أقل. صحيح. يعني ما فيهاش والمخاطره اقل وكله تمام اللي حصل ان احنا توسعنا في الاستيراد واحنا دلوقتي بدانا نتنبه من 20-25 سنة كده ان احنا لا ده ايه نبدأ نعمل شوية صناعات وطنية معتمدين بشكل اساسي على الصناعات التكاملية او الصناعات التجميعية ما اعتمدناش على صناعة اللي هو بنجيبها من from A to Z لا انت بتخش تعمل بعض الصناعة وخطوط تجميع وخطوط تجميع وبرضو استسهال يعني صحيح لان دي نسبه كبيره زي ما حضرتك كنت بتقول من قريب يعني من شويه انه دي نسبه كبيره جدا منها مدخلات مستورده من الخارج فنوع من انواع الاستسهال طبعا كان في عندك المارد الصيني موجود وبيغطي الاسواق بكثافه فانت حضرتك بتبص لاقي نفسك برضو هضرب مثل بالقلم اللي في ايدين حضرتك احنا القلم اللي في ايدين حضرتك ده كان بيجاب من الصين ارخص من ان هو يتصنع في مصر طبعا. فبالتالي طبعا. انا كمستهلك حتى هاخد الصين فبالتالي العملية صحيح. أثرت في حجم المبيعات بتاع الصناعات الوطنية وأدت لمشاكل صحيح. نرجع للمصانع المتعسرة المصانع المتعسرة النهاردة في جزء خاص بالهيكل بتاع الشركة نفسه وده أدى إلى تعثر شركة فاميلي بيزنس أو شركة عائلية طبعا. حصل مشاكل ما بين اللي شايف إيه أو الأب اللي هو كان صاحب النوهاو أو صاحب الفكرة بتاعت المشروع توفى والأبناء مش مهتمين بالفكرة فدخلوا ما قدروش يديروا الشركة ده جزء وده دي حالات وحالات كتيرة على كتيرة طبعا يعني دي مش حالات فردية لا 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 دي حالات تمثل نسبة يعني بتمثل نسبة طبعا خلينا عشان يعني صحيح والهيكل بتاع الاقتصاد بتاعه بيعتمد على الشركات العائليه بشكل اقوى بكتير او بشكل اكتر من الشركات المؤسسيه يعني اللي تمام. هو ناس ما يعرفوش بعض ويشتغلوا مع بعض تمام في جزء خاص بالتمويل تمام وفي جزء خاص بالعراقيل الاداريه تمام دخلت وحاولت اعمل مصنع ما عرفتش اعمل الرخصه ما عرفتش اعمل مش عارف ايه بدات كل يوم بيجي لي 15 لجنه من شيء الرقابه الصناعيه على فبدا يحصل عندي نوع من انواع الزهد في الموضوع كله على بعضه انا ما فيش مشكله وفي جزء خاص بالتمويل زي ما حضرتك قلت خدت الفلوس من البنوك او خدت قروض من البنوك وتعثرت البنوك عليها دور طبعا مهم جدا في هذه الجزء او في الجزئيه بتاعه التمويل والوزاره النهارده او الوزارات المجموعه الاقتصاديه كلها مسؤوله عن الجزئيه الثانيه بتاعه التراخيص صحيح الجزئيه الاولانيه النسبه اللي هي ال10 او ال5 او الفيلميه اللي هي بتاعه العائليه والمشاكل اللي هي الخاصه بهيكل الشركه نفسه مش هنتكلم مش فيها لان دي مش دي هو التعثر التمويلي على ما اعتقد هو من اهم من اهم البنك المركزي الحقيقه كان في جهود في بعض الاوقات ولكن هل بس هو مش يعني البنك المركزي في جهود بس البنك المركزي مش حاطط ايده على المشاكل يعني مش حاطط ايده على المشاكل صح هو هل في معلش احنا وقتنا انتهى دكتور احمد انا نفسي اقعد اكمل معاك لغايه اطول من كده بكتير ولكن يعني في ثانيه بالظبط هل هناك اصوات غير مجالس اللي حضرتك بتتشرف بعضويتها يعني مجلس اداره الغرف والمجالس الصناعيه هل هي دي المنوط بيها ايصال صوت العاملين في القطاعات للمسؤولين احنا عندنا امل في ان دعوه فخامه الرئيس للحوار الوطني لمناقشه الملف الاقتصادي ان هو ده يبقى منبر يتفتح منه مجال كبير صحيح. في ان هو يقعد برضه واعتقد ان في تكليف من دوله رئيس مجلس الوزراء في مجلس الوزراء اللي فات كان في تكليف للوزراء بان هم يحضروا جلسات الحوار الوطني اللي ستدعى لمناقشه الازمه الاقتصاديه او المشاكل الاقتصاديه جميل. فاعتقد ان دي برضه هتبقى منبر تاني لمحاوله توصيل الاراء لان احنا في مشكله تواصل زي ما بيقولوا حتى الان ميرسي يا دكتور احمد معلش تعبنا حضرتك معانا وان شاء الله يعني بوعد على لقاء اخر نستكمل الحوار باذن الله للاسف يعني وقتنا انتهى صديقي المشاهد ولكن يعني الحوار ممتع للغايه مع استاذنا الاستاذ الدكتور احمد جابر عضو مجلس اداره غرفه التجاره بالجيزه نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده من الاقتصاد والناس